هنتكلم دلوقتي على السباين ان سي بي. هو موضوع السباين ان سي بي موضوع شوية يعني بصراحة معظمنا لما بيبص على حالة سي بي بيبص على العيان ايديه ورجليه، ما بيبصش على السباين، ودي حتى لو في مشكلة في السباين بنتغاضى عنها. انا كنت من ضمن الناس دي برضو، ما بيجيلي عيان سي بي باكزامن الابر لمبس اللور لمبس، بس ما كنتش بقرب من السباين، وكنت بشوف السباين لو في ديفورميتي في مشكله موجوده، بس ده عيان سي بي، ايه المشكله ما عنده مشكله سباين. بصراحه انا رحت للدكتور فريمان ميلر في الفريد دوبونت، لقيت ان الموضوع مختلف عنده خالص. العيان بيخش بيعملوا اكزامينشن فروم هيد تو فوت، ما بيسيبش حاجه سواء نيك سباين ابر لور لمبس. موضوع السباين عندهم ده موضوع مهم جدا، وفي حالات كتير قوي بيتعمل لها مانجمنت. السباين في السي بي اكتر ناس بيبقوا افكتد في السباين سي بي هم البيد ريدن او السيتنج بيشنتس، يعني معظمهم الجي ام اف سي 4 او 5، ال 1 او 2 او 3 اللي هم الامبيولاتوري بيشنتس النسبه فيها قليله قوي، حوالي 15 ل 20% هم بنلاقي فيهم سباينال بروبلمز، انما اب تو 74% من جريد 4 او 5 بيبقى عندهم سباينال ديفورمز. الموست كومن ديفورميتي عندنا هي السكوليوزس، ودي اللي هحاول اغطيها النهارده، لان موضوع فيه اذر ديفورمز زي الكايفوزس او لامبر لوردوزس، دي حاجات مش كومن شويه في حلقه عينين السي بي. مشكله السباين بروبلمز او السكوليوزس في السي بي انه بيبقى اسوشيتد ويز بيلفيك اوبليكتي، ده معناه ان الكيرف بتاعه بيبقى سوراكو لامبر كيرف بس اكستندد للسيكرم، ده مختلف خالص عن الايديوباثيك سكوليوزس. الايديوباثيك سكوليوزس معظمهم يا اما سوراسيك يا لامبر يا سوراكو لامبر، بس ما بيبقاش فيه اكستنشن للسي بي، وده بيختلف في الديسيجن بتاع الاوبريشن بتاعتنا. النيوروماسكولار سكوليوزس او سكوليوزس ان سي بي ليه اثنين كاركترستيك باترنز. اول باترن اللي هي سوراكو لامبر كيرف نوت اكستندد تو ذا سيكرم، ده بيبقى اكتر في الامبيولاتوري بيشنتس، وما بنلاقوش قوي في البيد ريدن. التايب تاني اللي هو اللونج سي شيب سوراكو لامبر كيرف، وده بنلاقيه اكتر في العيانين البيد ريدن او العيانين السيتنج، وده بيبقى اكستندد للسيكرم. والعيانين دولت معنى ان هو اكستندد للسيكرم معناه ان بيحتاج غالبا ان انا اعمل اكستنشن للفيكسيشن بتاعي للبلفس عشان اقدر اوصل لليفلد او ترانسفيرس بلفس بارل للشولدر. الايتيولوجي بتاعنا طبعا زي اي ايتيولوجي في حالات السي بي، البور ماسل كنترول، بور ترانك بالانس، السباستيستي، الماسل ويكنس، اللي هي الحاجات اللي بتسبب اي ديفورميتي في السي بي. الناتشرال هيستوري بتاعنا بالنسبه للسكوليوز في السي بي، السكوليوز في السي بي قبل 10 سنين بيبرير قوي ان احنا نشوفه، ولو شفناه بيبقى في الغالب فيري مايلد فيري فليكسيبل، ما بيحتاجش اي انترفينشن. وانس ان انا عديت ال 10 سنين بيبتدي الكيرف شكله يتغير، الكيرف بيبتدي يبقى مور رابيدلي بروجريسيف، بعد كده شويه الستيفنس بيزيد. في مرحله الادوليسنس الماجنيتيود بتاع السكوليوز ممكن تزيد اب تو 2 ل 4 تو 4 ديجريز بير مانث، وده زياده كبيره جدا، ده معناه ان هو ممكن يوصل على ماتيوريتي 90 او 100 ديجري، ودي بتبقى طبعا سيفير كيرف. في ريسك فاكتورز عندنا للبروجريشن بتاع السكوليوزس ان سي بي، اول حاجه ان الكيرف يوصل اكتر من 50 درجه عند مرحله الادوليسنس او فوق ال 15 سنه، يعني لو البيشنت جاي لنا عنده سي بي وعنده 15 سنه ولقينا الكيرف بتاعه 50، نعرف ان العيان ده في الغالب هيبقى رابيدلي بروجريسيف وهيحتاج انترفينشن بعد كده. تاني حاجه طبعا العيانين التوتال بودي انفولفمنت، البيد ريدن، السيتنج بيشنتس، السوراكو لامبر كيرفز. السوراكو لامبر كيرفز هم طبعا لما بنشوف سوراكو لامبر كيرف ده معناه انه هيبقى بروجريسيف، لان دي اكتر منطقه موبايل في السباينال في السباين، ومعناها ان الكيرف ممكن يزيد. واخر حاجه طبعا السباستيستي. الكونسيكونسز بقى احنا ليه في عيانين السي بي بنعمل لهم تريتمنت للسكوليوز. هي مشكله السكوليوز في السي بي انه اول ما بيبتدي هو بيبقى فيري فليكسيبل، ما بيأثرش على اي حاجه في العيان، بعد كده وانس السكوليوز ابتدى يحصل له بروجريشن بيبتدي ياثر على السيتنج بتاع العيان، يبتدي ياثر على الريسبيراتوري فانكشن بتاع العيان، يبتدي ياثر على الفيدنج بتاع العيان، لو خصوصا معظم العيانين اللي بيبقوا بيد ريدن بيبقى عندهم مشاكل ثانيه زي الجاستروسوفجيال ريفلكس، والحاجات ده بيزود الريسك اوف اسبيريشن. فطبعا ولو العيان بيقعد على كرسي وبعد كده تحول مره واحده ان هو ما بيقدرش يقعد على كرسي، دي مشكله كبيره جدا، ده اللي بيخلينا نتدخل في العيانين. يبقى دلوقتي انا عشان انترفير في عيان سيريبرال بولسي
بسكوليوزس لازم السكوليوزس يكون عامل له مشكله. لو العيان ده بيد ريدن انا بخاف ان السكوليوزس ياثر على الريسبيراتوري فانكشن او ياثر على الاسوفاجس او التراكيا بعد كده. لو العيان ده سيتنج بيشنت بخاف ان هو بعد كده يبقى نون سيتنج زي البيشنت اللي قدامنا في الصوره دي عندها سيفير سكوليوزس ان هي ما بتقدرش تقعد دلوقتي، كانت الاول بتقعد على كرسي وتحاولت ان هي ما بتقدرش تقعد. الكلينيكال ايفالويشن في طريقه كان الدكتور فريمان ميلر كان بيعملها هي اسمها بيندنج تيست. هو كان بيجيب البيشنت وينيمه على ركبته وايفالويت، قسم العيانين دول لثلاثه جريدز. اول جريد اللي هو كومبليتلي فليكسبل، ده اللي هو العيان السكوليوز بتاعه لو تو ذا رايت، نعم على ركبه الدكتور. لو العيان الكيرف بتاعه توتالي ريزيرفد للاذر سايد، ده معناه ان ده فليكسبل كيرف، ده ممكن استنى عليه لغايه ما يبروجريس لديجري عاليه 90 ديجري او 100 ديجري وبعد كده ابتدي اتدخل. لو العيان السباينس بروسيس جاست بتوصل للميد لاين مع البندنج تيست، ده معناه ان هو في مايل ستيفنس وده كده ريسكي ان هو يبروجريس بعد كده، يبقى اكونسيدر ان انا اعمل فيه اوبريشن. لو مفيش اي فليكسيبيليتي في الكيرف، ده معناه ستيف كيرف، ده بيديني انديكيشن لحاجه، بيديني انديكيشن العيان ده لو دخلت فيه بوستيريور بس مش هيتصلح، هحتاج معاه في الغالب انتيريور ليش كمان. الراديولوجي طبعا العيانين دول ما بنقدرش نعمل فيهم بيندنج تيست، فحاجه من الاثنين، يا اما نعمل لهم اكس رايز انتروبوستيريور لاترال هول سباين في تراكشن ان سباين، او ان احنا نقعدهم في تشير بقى في حاجه اسمها بوزيشننج تشير مخصوص للعيانين دولت، بنبتدي ناخد الاي بي واللاترال بتاعنا في البوزيشننج تشير ده وبنقيس الكوب انجل وبنحدد الزوايا بتاعتها. ده البوزيشننج تشير اللي موجود اللي انا شفته في ذا بوند هوسبيتال اللي بيثبته في العيان عشان ياخدوا له الاشعه بتاعته. التريتمنت في بالنسبه للتريتمنت بتاعنا، التريتمنت اسن طبعا زي اي حاجه هي كونزرفاتيف يا سيرجيكال. الكونزرفاتيف بيشمل حاجات كتير، اورثوتكس، سيتنج، ثيرابي، الكتريك ستيميوليشن، بوتوكس انجكشن، بس لقينا ان معظم الكونزرفاتيف تريتمنت ما هي الا حاجه بتحسن وضع العيان، اولا ما بتاثرش على البروجريشن بتاع الكيرف، ما بتعالجش السكوليوز، بس هي بتحسن وضع العيان لو العيان ده سيتنج بيشنت، بتساعد شويه في السيتنج بتاعه، انما ما بتمنعش اي بروجريشن في الكيرف. فنيجي بالنسبه للاورثوتكس، الاورثوتكس احنا ممكن نلبسها العيان عشان تساعده في السيتنج، انما مش هتاثر على البروجريشن. طبعا ليها ديس ادفانتجز كتير زي ريسبيراتوري ريستريكشن بتاثر على الفيدنج بتاع العيان، وبرده البيشنت لما بيلبس بريس وهو قاعد في التشير بتاعه غير لما بيبقى عليه البريس. فلو احنا عملنا التشير على ان العيان يبقى قاعد فيه في البريس، ده معناه لو شلت منه البريس مش هيعرف يقعد على التشير والعكس. السيتنج نفس القصه، ان احنا ممكن نقعده في تشير ونظبط له القعده، بس برضه ما بتاثرش على البروجريشن. فيزيوثيرابي هاز نو رول، بوتولينيوم توكسين برضه هاز نو رول ان بروجريشن بتاع السكوليوزس، لان البوتولينيوم توكسين مشكله العيان ده ان البوتولينيوم توكسين ده شورت اكتنج. تاني حاجه ان العيانين بتاع السكوليوز بيحصل فيهم ميكانيكال كولابس، وده ما بيقدرش البوتيلين توكسين يعمل معاه اي حاجه، ما يقدرش يريفرس البروجريشن بتاعه. السيرجن عندنا هي المين ديفينيتيف تريتمنت لعيانين السكوليوز، وزي ما قلنا احنا عندنا حطينا انديكيشن معينه محطوطه وورد وايد للتدخل في عيانين السي بي. اول حاجه لو العيان، طبعا احنا بنقول لو العيان sitting patient وبعد كده وصل الادوليسنس وابتدى الكيرف بتاعه البروجريس وصل عند 15 سنه ان الكيرف بتاعه 50 ديجري فيما فوق، ده العيان ده هكونسيدر معاه ان انا هينترفير. لو العيان ده نون امبيولاتوري والكيرف بتاعه وصل 90 او جريتر، ده برضه هينترفير معاه عشان احافظ على الريسبيراتوري فانكشنز بتاعته. او لو الكيرف اللي عند البيشنت ده بينترفير مع السيتنج، لو البيشنت بيقعد وبعد كده السكوليوز بروجريس ان هو ما بقاش قادر يقعد، لازم انترفير مع البيشنت ده. ان جنرال العيانين اللي بيبقوا اقل من 8 سنين بيبقى الكيرف بتاعهم فليكسبل، ما بعملهمش حاجه، جاست ان انا اوبزرف واحط لهم سيتنج، اعمل لهم سيتنج تشير بحيث ان هو يادجست السيتنج بتاعهم. لو العيان وصل 9 10 سنين ولقيت الديجري فوق 50 درجه 60 درجه، ده هكونسيدر معاه السيرجري، بس بستنى عليه لو هو فليكسبل، بستنى عليه ما يوصل 90 ديجري او 100 ديجري، يكون وصل قرب من الماتيوريشن بتاع السكيلتون، لان انا باكستند الفيكسيشن بتاعي للبلفس. لو العيان فوق ال 15 سنه اكتر من 50 درجه فيما فوق، ده بكونسيدر على طول فيكسيشن، لانه في الغالب هيبقى بروجريسيف وهيبقى فيرستيف.
الجول بتاع السيرجري ان انا اوصل ل اول حاجه ان البلفس والشولدر يبقوا بارل ليفلد بلفس ليفلد شولدر. تاني حاجه ان الهيد تبقى سنترد اوفر ذا شولدر. تالت حاجه ان انا اصلح الساجيتال بالانس بتاع الكايفوسس واللوردوز. بالنسبه للديفرنت ميثودز اوف فيكسيشن، في البدايه كانت طريقه الفيكسيشن او الفيوجن في السيريبرال بولسي بيشنت ابتدت الاول حاجه بالهارينجتون رود اللي هو اول حاجه طلعت في الفيكسيشن، بس طبعا كانت مشاكله كتير وقل استخدامه شويه. ابتدينا بعد كده ظهرت اللوكي تكنيك. اللوكي تكنيك ده ابتدى يعمل سيجمنتال سبلامينال واير فيكسيشن للسباينال للفيرتبرا للايتش فيرتبرا ايتش فيرتبرا سيجمنت. ده بيساعد ان هو بيديستريبيوت الكوركتيف فورسز الونج ايتش سيجمنت من الفيرتبرا، بس كان ليه مشاكله كتير. اولا اللوكي تكنيك ده ما كانش بيكستند الرودنج للبلفس، هو كان بيخش بيعمل بيثبت الديستال بارت بتاع الرودز في اللاترال وول بتاعه البلفس، ده ما بيديش انتروبوستيريور كنترول للكيرف. تاني حاجه ابتدت تحصل مشاكل السودو ارثروزس، لان كان دلوقتي التو رودز دولت نوت كونكتد، فكان بيبقى في اندبندنت موفمنت للرودز بتاعتنا، فابتدى يحصل ريلابس بعد كده، ابتدى يزيد الريسك بتاع السودو ارثروزس اللي هو الجلفسون تكنيك اللي هو ابتدى يكستند الفيكسيشن بتاعه للبلفس، فكان بيدخل تو رودز الرايت والليفت رودز في بين الاوتر والانر تيبل، فده بيدي نوع من انواع الاستابيليتي. بس ابتدى يحصل فيلير تاني برضه بسبب ان التو رودز ما كانش في بينهم اي كونكشن، فكان بيبتدي يحصل برضه اندبندنس موفمنت للرودز. ظهر بعد كده تكساس سكوتش رايت هوستل، ابتدت تزود تعمل اضافه ان هي ابتدت تحط كونكشن بليتس بين التو رودز عشان تزود الاستابيليتي، ودي جابت نتائج كويسه قوي. ابتدى يظهر تاني الايفوليوشن بتاع الهايبريد تكنيكس، ابتدوا يستخدموا الوايرز مع السكروز. بس في مشكله ان البيشنت بتوع السي بي بيشنت اوستيوبينيك، فالسترونجست سيجمنت في الفيكسيشن فيهم هي اللامينا مش الفيرتبرا نفسها. ف في ناس ابتدت تستخدم اول سكرو تكنيك، فابتدى يحصل فيلير ريت عالي جدا نتيجه لوس اوف فيكسيشن ونتيجه الانستابيليتي اللي موجوده. فدلوقتي ابتدى في طبعا الجون ماكارس تكنيك، دي برضو تكنيك قريبه من اللوكي تكنيك، بس هو بيعمل هوكينج للوايرز اوفر ذا بيلفس. واخر حاجه ظهرت عندنا هي اليونت رود. اليونت رود ده دلوقتي المين ستاندرد اوف تريتمنت في عيانين السي بي. اليونت رود ليه كاركترستكس كتير جدا. اول حاجه ان هو سنجل رود، التو رودز كونكتد مع بعض بكيرف من فوق. ثالث حاجه ان هو اناتوميكال، معمول اناتوميكال. رابع حاجه التو لمبس بتوعه ادجستد ان هم يخشوا في بوست الياك كريسبس عشان يعملوا ستابيليتي في البلفس. بيبرز كتير اتنشرت على اليونت رود فيكسيشن، ولقوا ان نسبه الاستابيليتي بتاعته نسبه الكوركشن وصلت اب تو 75%، ودي يمكن اعلى نسبه توصل ليها في حالات السي بي. موديفايد جالفسون بالظبط، هو موديفايد جالفسون يعتبر، بس هو في ميزه ثانيه ان هو اناتوميكال كمان، الجالفسون مش اناتوميكال. دي حاجه بسيطه عن التكنيك بتاع اليونت رود. هو اليونت رود طبعا بيبتدي بالاكسبوجر العادي جدا، بيكسبوز من اول تي 2 لغايه البلفس، بعد كده بيبتدي يعمل دريلنج في البوستيريور سبيلك سباين، لازم يوصل فوق الجريتر سايتك نوتش بسنتي او 2 سنتي. بعد كده بيبتدي يعدي السابلامينار وايرز ويدخل التو رودز في البلفس. يعني مش قصتنا موضوع التكنيك دلوقتي. في نقطة مهمة برضو معلش أنا ما كتبتهاش في السلايدز، الليفل أوف فيكسيشن. الليفل أوف فيكسيشن قسموهم حسب التو تايبس أوف كيرفز اللي عندنا. إحنا عندنا تو تايبس. الكيرف الأولاني اللي هو في العينين الأمبيولاتري اللي في الغالب ما بيوصلش للبلفس، وده بثبت فيكسيشن زي الإيديوباثيكا، بثبت الليست سيجمنت على قد ما أقدر. انما البيشنت اللي هم البيد ريتن او السيتنج اللي عندهم لونج سراكو لامبر كيرف واصل للسيكروم، ده بعمل فيكسيشن لونج فيكسيشن من تي 2 لغايه البلفس عشان امنع كمان جنكشن الكايفوزس فوق. نعم كله سبلامينال وايرز من تي 2 لغايه البلفس. لا مفيش، لان هو كمان المشكله ان التنشن بتاع الوايرز جامد جدا، فهو بيثبت ليفل ليفل. لو حضرتك شفت الصوره اللي قبليها دي،
هو بيبتدي من تحت لفوق يثبت ليفل ليفل، ومع كل ليفل بيبوش على الرود عشان يحطه على اللامينه، ما بيخليش الواير هو اللي يشد الرود لللامينه، لا هو بيبوش الرود لان اللامينه مش هتستحمل التنشن بتاع الواير، فلازم يعمل رود رود عشان يدي ستابيليتي في الفيكسيشن بتاعنا. البري اوبريتيف ورك اب في البيشنت، طبعا الحالات دي بتحتاج سنتر مجهز شويه، تيم مانجمنت، عايزه ناس انستيزيا فاهمه المانجمنت بتاع البيشنت دي، طبعا فيزيوثيرابي، محتاجه الاورثوبيديك سيرجنز، في بعض الاحيان كان بيجيبوا كارديو ثراسيك سيرجنز عشان يعملوا انترافينوس كاسيترز. اول حاجه طبعا بيتعمل ورك اب للانترافنتريكولار عشان تطمن ان هي فانكشنينج، السيزرز بتبقى كنترولد، الجاستروسفجير ريفلكس كنترولد، البالمونري ستاتس، النيوتريشنال ستاتس مهمه جدا، وبنوفر طبعا بلاد وبلازما. الانستيزيا بريباريشن، انتراكيال تيوب، السنترال فينوس لاين، يورينري كاستر عشان الاوت بوت، نيزو جاستريك تيوب، الاستومك ديكومبريشن عشان تقلل البليدنج. بوست اوبراتيف مانجمنت، المانجمنت بتاعنا العادي، مونيتورنج للبلاد بريشر والتمبرتشر والهيموجلوبين. بيبتدي فيدينج معاه من تاني يوم او تالت يوم. البيشنت ما بيبقاش ديشارجد غير لو الجنرال كونديشنز بتاعته كويسه، الفيدينج بتاعه بقى كويس، بيتشارج على ويل تشير تمام، وبيبقى ادجاستد عشان يكنترول السيتنج بتاعه، وبيبقى فولد اب افري 2 مانس. في بعض العيانين اللي هم فيهم ستيف كيرف او كيرف اكتر من 90 درجه بنحتاج نعمل anterior release، وزي ما قلنا البيندنج تيست ده تيست مهم قوي ايفالويت بيه البيشنت هل هيحتاج anterior release ولا لا. لو البيشنت ستيف في البيندنج تيست ده معناه ان احنا هنحتاج في الغالب anterior release. Thank you. اي سؤال؟ نعم. جام في 5 او 4 والجنرال كونديشن بتاعتهم هباب، وفعلا زي ما انت بتقول يعني بتحتاج البوست اب بتاعها بيبقى معقد جدا، يعني حتى ليها بيبر في الجي بي جي اف على اليوز بتاع الوند ذاك في الهيلينج بتاع الوند بتاع الدوله، لان بيحصل لهم يعني الانسز وانفكشن فيهم عالي جدا جدا جدا. تمام. انما من ناحيه اخرى احنا فعلا لازم ان احنا نديفلوب السيستم ده عندنا بقوه، لان هو طبعا انا واخد على الحكايه دي، لان اصلا البيدياتريك اورثوبيدكس المفروض ان انت تشتغل بيدياتريك سباين كمان، فانا يعني خدت على ان انا بشتغل بيدياتريك سباين مع الليمب ديفورمتي في الاطفال، انما احنا عندنا في مصر بتوع السباين غير بتوع البيدياتريك، فبيتعاملوا مع العيانين دول في اغلبهم زي الايديوباثيك سكوليوزس اللي هو بيبتدي بالايبكس بتاع الكيرف او يعني والاند فيرتبري ويشتغل عليها، مش بيشتغل. هي دي مشكله ان احنا ما عندناش حد عارف يعني ايه نيورو ماسكلر سكوليوزس. ايوه، وبالتالي مش بيبني بقى من البلفس ويطلع فوق. تمام. فهي مشكله انه احنا دلوقتي او يعني انا بتكلم عن نفسي، انا بخاف لان فعلا اخر تجارب ليا في مصر كانت تجارب سيئه، يعني من ناحيه ان ما بلاقيش البوست اوبرتيف اللي يساعدني ويدخلني بقلب جامد في العيانين دول. بس من ناحيه اخرى احنا فعلا لازم يبقى المنظومه، بس في حاجه هم لو ان قالوا ان البيشنت لو سيفير بور بيشنت بور نيوتريشن لانج فانكشن بتاعته وحشه قوي، عنده سوفجير ريفلكس اسبيريشن، العيانين دولت ما بيقربوش منه. لان هو عارف ان اصلا لايف اكسبكتنسي بتاعته قليله، فهو ما يموتش على ايديه من الاخر، يعني هو هيموت. لا ولان بقولك يعني الانسف انفكشن 40%. انما يعني بصراحة احسن كانديديت اللي هو العيان اللي بيقعد وبعد كده ما يفتش، ده احسن كده. صحيح.